السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال جافا سكريبت دوم. في الدروس السابقة شفنا كاع الطرق اللي كنكتبوا بهم الأحداث. في الدرس غادي نبداو نتعرفوا على الأحداث ديالنا، وكما قلت لكم ما نقدروش نغطيو كاع الأحداث في هذا الكورس هذه، وكاين شي احداث انا براسي ما كنعرفهمش، ما عمرني خدمت بهم. يعني في الكورس هذا ان شاء الله غادي نغطيو اهم الاحداث الاساسيه اللي غادي تبقى تخدم بهم ديما في البروجيات ديالك. مزيان، اول حدث معنا هو كليك، وشفنا عليه بزاف ديال الامثله اللي كيعني ضغط. مزيان، غادي نمشيو لهنايا غادي نقول ليه بي تي ان ديالنا. قلنا عندنا جوج طرق، يا اما دير اون والسميه ديال الايفنت او اد ايفنت ليستن. انت يا عندك الحريه تختار اللي يعجبك. انا شخصيا كنفضل دوت اد ايفنت ليستينر، هي باش كنخدم ديما. مزيان، اد ايفنت ليستينر اللي تعلمنا، قلنا السميه ديال الايفنت ديالنا هو الكليك. نجيب هذا واحد فانكشن، انتما مزيان، غنقول لهم هذا واحد كونسول دوت لوك اش كليك. مزيان، غادي نديرو هنايا الريفريش ديالنا، وغادي نمشيو ندخلو على البوطون ديالنا. انتما كما كتلاحظوا هذا هو الايفنت ديال الكليك بكل اختصار. ثاني ايفنت معنا اليوم هو دبل، انتما دبل كليك. يعني شنو كان يعنيو؟ ضغط جوج مرات، يعني كليك كتضغط واحد المرة، ولكن دبل كليك كتضغط جوج مرات. يعني غادي نمشيو عند هنايا يعني عند الايفنت، وغادي نعاودو السمية ديالها، يعني غادي نعاودو نسميوها بدبل كليك. قلنا انه هنايا جوج مرات، ها انتوما جوج مرات. غادي نمشيو نديرو هنايا ريفريش، اش غتلاحظو؟ انني مي غنضغط واحد المرة ما غايعطيني والو، ولكن يعني بنضغط دابا جوج مرات بلا سوري. هادو ما قال لها جوج مرات، جوج مرات، جوج مرات، واحد المرة لا، يعني هادي هي دبل كليك، يعني اختصار لاش؟ اختصار لدبل كليك. مزيان، تاني خاصية معنا هي الماوس انتر، وعندنا الماوس ليف. شنو كنعنيو بالماوس انتر وشكون كنعنيو بالماوس ليف؟ الماوس انتر هي دخلتي بال بسميتو بهذا الشيء هذا، إذا تشوفوا هنا البوينتر هذا، بالبوينتر هذا البوينتر تاع لاسوري هو، يعني دخلتي بالبوينتر العنصر. هاجي كتعني خرجتي من العنصر. احنا دابا غادي نشوفوا، عرفتي بحالاش؟ دابا راه هوفر، او هوفر، عرفتوا هوفر اللي كان جاو في السي اس اس؟ لك راه كتكون من ماوس انتر وماوس ليف، خرجتي من العنصر. دابا غادي نجيو مثال تطبيقي غادي يوضح لينا هادشي كامل. انتم تخيل معايا دابا عندك انايا الطايتل هاد الاتش 1 هادو، هاد الاتش 1 بغيت نجي عليه انا هوفر بحال هكا، يعني بندخل عليه بلا سوري بحال هكا، بغيتو يتلون مثلا بالاحمر. ها يعني انتم شوفوا، غادي نقول ليه التايتل دوت اد ايفنت ليستينر، ها يعني انتم نقول ليه مثلا ماوس انتر، ها يعني انتم ماوس انتر، غنقول ليه نفذ ليا هاد الفانكشن. اشنو هي الفانكشن اللي بغي ينفذ ليا؟ بنقول ليه التايتل دوت ستايل، ها يعني انتم دوت ستايل، بتقول ليه مثلا كالر يساوي ريد. شوفوا دابا مي غادي نقرب ليه، شوفوا مي غادي نقرب ليه باش نجيو هنا ريفريش، شوفوا مي غادي ندخل عليه، ها هو ولا بالاحمر، ولكن مي غادي نخرج الهوفر. حنا شنو كنا كنديرو؟ مي كنقرب تا ولا بالاحمر، ولكن مي كنخرج اش كيرجع؟ كيرجع بديك الحل. دابا هادي ماوس انتر، اش نجيو دابا ماوس ليف. حنا غادي نقول تاني ماوس ليف اد ايفنت ليستينر اش ماوس ليف، ماوس ليف غادي نقول ليه مثلا نفذ ليه هاد الفانكشن. اشنو هي هاد الفانكشن؟ هي بنقول ليه رجعوا ليا الكحل لهنايا، ونقول ليه رجعوا ليا البلاك. حيت حنايا في جافا سكريبت ما عندناش هوفر، للاسف ما عندناش هوفر، عندنا ماوس انتر وماوس ليف. احنا غادي نديرو هنايا ريفريش، ما درناش السيف هنايا. مزيان، شنو نديرو هنايا ريفريش؟ شوفو دابا مي غادي ندخل للعنصر تاعي، غادي نقرب ليه بسميتو بالماوس ديالي، بلا سوري، غير ولا بالاحمر، غادي نخرج غادي يولي بالكحل. ها انتم، يعني هادي هي الماوس ليف. اجي مثلا نلعبو فيه، نقول له مثلا تايتل دوت ستايل دوت، يا اما تخدم هاد الطريقه يا اما تخدم السي اس تيكس اللي فايت لينا تعلمنا. فونت سايز مثلا نقول له مثلا انا دابا غادي نجرب 16، نقول له مثلا واحد 25 بي اكس، وغادي نجيو لهنايا شو هي ونوضو الديفولت سايز ديالو اللي هو عباره عن 16 بي اكس. ها انتم غادي نجي هنايا ريفريش، غادي نقرب ليه، غتلاحظ انه ها انتما غادي تيكبر، ها هو تيكبر. دابا عندنا 16 بي اكس، شوفوا مي غادي نقرب عليه غادي يولي ب 25 بي اكس، وغادي يولي بالريد. فاش غادي نخرج غادي يولي بالبلاك، والفونت سايز ديالو عباره عن 16 بي اكس. يعني هادي هي الماوس انتر
انا ما وصلت. وبالنسبه لهادشي اللي كنكتب هنايا غادي نخلي لكم ان شاء الله في الديسكريبشن. مزيان. دابا عندنا خاصيه اخرى سميتها الماوس ماوس موف. شنو كنعنيو بالماوس موف؟ هي تتحرك محدك. شوف شوف محدك محدك داخل انتبه محدك داخل العنصر غتنفذ. ودابا غادي نجيو لمثال تطبيقي اللي غادي يبين علينا. انا اش بغيتك تعرف ان ماوس موف محدك كتحرك في العنصر غادي تنفذ. يعني شنو كتعني هاد الصامل؟ غادي نمشيو دابا حنايا للبوطون ديالنا انتبه البوطون بكل اختصار وغادي نقول ليه اد ايفنت ليستينر وغادي نقول ليه هنايا ماوس انتر. شوفوا ماوس انتر واش نعرفوا شنو هو الفرق بين ماوس انتر وماوس موف. ونجيو هنايا واحد الفانكشن غادي نقول ليه مثلا غادي نقول ليه مثلا كونسول دوت لوك مثلا هالو. شوفوا دابا في الكونسول ديالي شنو غادي يطرى. اجيو هنايا شوفوا مي غادي نقرب مي غادي ندخل مي غادي ندخل بلا سوري على البوطون ديالي غايقول ليا هالو. خصني تاني تنعاود ندخل عليه غادي يقول لي هالو جوج هالو ثلاثة هالو أربعة. ولكن الماوس موف ماشي هكا. الماوس موف محدك نتايا كتحرك في العنصر غادي ينفذ ليك الفانكشن ديالك. هانتوما انا دابا دخلت للعنصر هو بيقول لي هالو ولكن محد شوفوا شوفوا شحال من وحدة. هانتوما واحد جيت نتحرك في العنصر شحال مرة تحرك في العنصر بيقول لك تحرك شي في العنصر 274 مرة. هانتوما دابا انا كنتحرك في العنصر هادي هي ماوس موف العكس تاع ماوس انتر. ماوس انتر انت تدين في الفانكشن ديالك هو فاش كتدخل صافي ما تيهموش اش تحرك شي في العنصر هو كيهموش دخلتي العنصر. ولكن الماوس موف بحالك انت كتحرك في العنصر انتما قال لك 759 مره تحرك ثاني في العنصر. يعني هاجي هي الماوس موف بكل اختصار. دابا غادي نمشيو للعناصر اللي كيخليونا نتعاملوا مع الانبوت. يعني اش قلت لكم هادشي راه ساهل مزيان واش راه ان شاء الله غادي نديرو عليه بروجي وغادي نعرفو كل وحده في تنخدمو. ايه بلاش مزيان غادي نمشيو دابا نجيو هنايا واحد الانبوت. هاد الانبوت نجيو هنايا واحد الانبوت مزيان واحد الانبوت عباره عن تايب ديالو تيكست غادي نمشي نشدو عن طريق الجافا سكريبت كما تعلمنا كونست انتما كونست انبوت. غادي نقول ليه مثلا دوكيمنت دوت كويري سيليكتور مثلا غنقول ليها اي انبوت من تايب تيكست جيبوا ليا. انتما كما كتكتبوا في سي اس اس تايب تاعو كيساوي تيكست. مزيان مزيان اول خاصيه عندنا في الانبوت اللي هي اش اللي هي فوكس. شنو كنعنيو فوكس؟ فوكس هي دخلتي الانبوت يعني ضغطتي على الانبوت. شنو كتعني عبد الصمد ضغطتي على الانبوت؟ شوفوا نحيدو هادي. شوفوا هنايا غيكون عندك واحد الانبوت ياك تيكون عندك واحد الانبوت هنايا. دابا انت الى مشيتي عند الانبوت وضغطتيه بحال هكا هادي هي اللي كتسمى فوكس. يعني ملي كتمشي عند الانبوت كتضغط عليه بحال هكا هادي انت درتي فوكس يعني ركزتي على هاد الانبوت هذا. هادي كتسمى فوكس في الجافا سكريبت. هاد الايفنت هذا كيتسمى فوكس. يعني شنو كيعني؟ ها انتما شوفوا غادي نجي لهنايا غادي نقول ليه انبوت. اجي نحيدو هادشي صافي نجيو ليه كوموند. شوفوا غادي نقول ليه انبوت دوت اد ايفنت ليستينر. انت ما نقول ليه فوكس. فوكس شنو غتجي ليا؟ غتقول ليه مثلا قول ليا في قول ليا كونسول دوت لوك كونسول دوت لوك مثلا فوكس. يعني فوكسيتي عليه يعني ركزتي عليه. شوفوا دابا غادي نمشي عند هاد الانبوت. شوفوا بمجرد غادي نضغط غادي ندير فوكس غايقول لي هادشي فوكس. الى خرجتي منه اش كيتسمى هادي الى خرجتي منه؟ اش كيتسمى؟ انت مش حمض فوكس دابا ثلاثة ولكن اش كيتسمى الى خرجتي من الانبوت؟ تيتسمى بلور. انتما بلور شنو كيعني بلور؟ خرجتي انتما خرجتي من الانبوت. هادو راه خصائص خاصة بالانبوت. راه حتى الانبوت تقدر تجي عليه كليك قاعد خاص قاعد هاد الايفنت تقدر تجي له من اي طاق ولكن فين كتعامل بزاف مع هاد فوكس وبلور مع الانبوت. هادو تاع الانبوت واش ميمشي شي واحد يصحاب واش الانبوت تنجرو عليها جوج ايفنت؟ لا اي ايفنت تعلمتي راه تقدر تجي على اي عنصر اي طاق ديال الاش تي ام ال. هي هاد فوكس وبلور كتجي لهم بزاف على الانبوت. يعني خرجتي من الانبوت يعني شنو كيعني خرجتي من الانبوت؟ هاني بنقول هنايا مرحبا مرحبا في الانبوت. عندما مرحبا في الانبوت غادي نجي نجي لوحده اخرى نفسها ولكن هاد المره بالبلور. يعني خرجتي من الانبوت غنقول لك مثلا بلور هنايا يعني بلور وغادي نقول لك لا يعاونك لا يعاونك من الانبوت.
غنجيو هنايا من الامبورت. ها انتما بكل سهوله شنو كنعني؟ شوف دابا مي غادي ندير فوكس غايقول لك مرحبا مرحبا في الامبورت. شوفوا مي غادي ندير بلور. ها انتما قال لك اللي يعاونك من الامبورت، مرحبا في الامبورت اللي يعاونك في الامبورت. وكانوا هادو هما الايفنت ديالنا في الدرس، وفي الدرس المقبل ان شاء الله غادي نكملوا الاخرين الباقيين. عندنا كليك اللي قلنا كتضغط دبل كليك، كتضغط جوج مرات ماوس انتر، يعني دخلتي بالبوينتر جاك العنصر ماوس ليف خرجتي من العنصر. اشنو هو الفرق بين ماوس انتر وفوكس؟ دابا حنايا فوكس كنديرو هكا ياك، خصك تضغط، ولكن الماوس انتر بمجرد غتدخل الانبوت انت ماشي نديروها، غنديرو هنايا ماوس انتر. واش تعرف الفرق بينات كل وحده وحده؟ احنا غادي نديرو ريفريش. دابا حنايا مازال ما درنا فوكس، ولكن بمجرد غتدخل الانبوت غيقول لك مرحبا بك. ماوس انتر، شوف نجي هنايا ريفريش. ها انتما بمجرد غادي ندخل ليه، شوفوا ها بمجرد غادي ندخل ليه، ولكن الا درتي تاني فوكس او ما غاديش يكون حيتاش اصلا ما درتي حتى وحده. هادشي راه تتسمى فوكس، هادشي الا دخلتي لهنايا كتسمى، الا دخلتي لهنايا كتسمى ماوس انتر، ولكن الا ضغطتي راه هادشي فوكس، خرجتي منه بلو اللي يعاونك من الانبوت. وكانوا هادو هما الايفنت ديالنا، وقلت لكم هادشي غادي نخلي لكم ان شاء الله في الديسكريبشن، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.